المرحلة هذه نحن نتحدث عن قرار أغي وليس أفي كونسلتاتيف صدر عن محكمة العدل الاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024. وأخذتني الذاكرة إلى 10 دجنبر 2015، وكما تعلمون 10 دجنبر من كل سنة هو تاريخ الإعلان عن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان 1948. وكان وقتها المحكمة الحالية كما قال الأستاذ بقنطار لو تريبونال، وأضيف أن هناك ما يسمى بمحكمة خاصة بالوظيفة العمومية التي تخص أيضا موظفي الاتحاد الأوروبي، أصدر لأول مرة قرارا قاضي بإلغاء دون إيقاف. آنذاك لم نكن نتحدث عن الصيد البحري، وإنما كنا نتحدث عن قرار أو اتفاق حتى على مستوى التسمية معقد، شيء ما اسمه l'accord sur la libéralisation des produits agricoles, les produits agricoles transformés, le poisson et la pêche. ثم بعد ذلك تقدم خصوم المملكة، وهنا نتحدث عن جبهة البوليساريو، ولكن مخافية أعظم طبيعة الحال، هذه فقط الشجرة ولكن وراءها الغابة. ونتحدث عن الجزائر بطبيعة الحال التي عبأت من وسائلها من أجل أن تجر المغرب إلى أكاد أقول حرب جيواقتصادية، بمعنى أنها تعتمد عقيدة ما يسمى بالكونتينمنت الاحتواء، وحتى أنها تذهب لتفقير المغرب والدفع به إلى أن يستثمر أكثر من مجهوداته، وبالتالي دفعه إلى الانهيار. وهذا شيء أساسي، ويمكن أن أدعم قولي بوضع الحدود الإقليمية ما بين المغرب والجزائر، هي مقفلة منذ 1994، ويمكن أن نتساءل لماذا، لأن هناك فعلا حرب جيواقتصادية خفية، والجزائر خبيرة في هذا المجال لأن لديها إمكانية توظفها، وتوظفها حتى من أجل اختراق المنتظم الأوروبي. حضرة السيدات والسادة، أريد أن أقول بأن هناك أيضا تكتيك وهناك استراتيجية، هناك جوانب القانونية نعم وتحصيل حاصل، لا يمكن أن نهرب من هذا القرار الذي أولا هو نافذ وإلزامي، إلي إكزيكوتوار إلي أوبليغاتوار. محكمة العدل الأوروبية التي أنشئت سنة 1951، بمعنى أنها سبقت حتى السوق الأوروبية المشتركة التي أحدثت بموجب اتفاق روما 1957، دخلت حيز النفاذ 52 ولديها قضاة مرموقين إلى آخره. الرئيس الحالي هو بلجيكي الجنسية، ظفر بولاية ثالثة كل 3 سنوات لأنه منذ 2016 من أجل أن يترأس هذه المحكمة. ونحن نعرف وجوبا القانون والحقوقيين البلجيكيين لديهم نوع من النفور من القضية الوطنية، ويمكن أن أعطي مجموعة من الأسماء، دافيد كورتان إتسيتيرا إتسيتيرا، وهم ينتمون بالخصوص إلى UELB لونيفرسيتي ليبر دو بروكسل، وأن هذا القاضي ربما اعتمد هذا المقترب والذي يشكك في إمكانية الحكم الذاتي المقترح المغربي أن يترجم على أرض الواقع ما يسمى بتقرير المصير. وبالتالي هناك بعض الملابسات، والأستاذ بقنطار صرحها في الأول هضر على واحد المسألة مهمة جدا، قال بأن قرار المحكمة هو ملتبس في لبس. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، ما يخيفني من الناحية القانونية أن هناك تراكمات اجتهاد قضائية، بمعنى وإن كان المغرب يقول شكلا بأنه غير معني بهذا القرار، إلا أنه من ناحية التحليل القانوني المعمق بطريقة غير مباشرة on va subir les conséquences de cet arrêt. والمثال يمكن أن نقول هو أنه أولا اتفاق حول الفلاحة سيظل ساري المفعول فقط لسنة إضافية، إعمالا بمبدأ الاحتفاظ بالإكيليبر كونتراكتويل، إن هناك مصالح ينبغي أن تحصن، ولكن اتفاق الصيد البحري ينبغي أن نذكر ذلك بأن المغرب فطن في يوليوز 2023 على أساس أن هناك قرار طور الإنجاز، وأنه ليس من مصلحته أن يجدد ما يسمى بالبروتوكول الملحق لاتفاق سنة 2006، لأن البروتوكول يتحدث عن المقابل المالي، عن طبيعة الأسماك فالي بخيز لكابتور إتسيتيرا إتسيتيرا. كأن المغرب أحس بأن هناك شيء ما يطبخ ما بين مزدوجتين، وأن قرار 2021 سبتمبر سوف تؤكده محكمة العدل الأوروبية التي تدخلت على أساس أنها محكمة نقد وإبرام، سي اون كور دو كاساسيون.
وعندما نبحث أيضا في بعض الجزئيات وفي بعض السياقات نرى بأن حتى فرنسا بداخلها هناك جمعيات. جوزي بوفي كنعرفوه شكون هو، كيمشي للحقول ديال الدرا ويدمر، وكان عنده مشاكل حتى بعد دون أن أذكر الأسماء المغاربة الذين هم في المسؤولية، وهو كان ضد إبرام اتفاق مع المغرب المواد الفلاحية سواء تعلق الأمر بالصحراء المغربية أو غير الصحراء المغربية، بحيث يعتبر بأن المغرب لا يحترم بعض الأنماط ولا بعض القواعد المتعلقة بحماية البيئة، مثلا استعمال المبيدات إلى آخر إلى آخره. لو كونسي ديتا فرونسي، مجلس الدولة الفرنسي، أيضا هو أحال طلبا وفد إليه عن طريق محاكم فرنسية، والحالة هذه السؤال المطروح كيف استطاع البوليزاريو أن يخترق الدول الأوروبية. يمكن أيضا أن نتحدث عن بلجيكا، يمكن أن نتحدث عن المحكمة المملكة المتحدة يونايتد كينغدم 2018، كانت يعني واحد طلب من هذا القبيل في الوقت اللي المحكمة بعد ذلك أو كانت أيضا محاولة لإلغاء اتفاق التبادل الحر الذي أبرمه المغرب مع المملكة المتحدة في أكتوبر بالتحديد 2019 لاكور داسوسياسيون، ولكنها اعتبرت بأن الجبهة الانفصالية ليست لها صفة قانونية ولكن مرت عن طريق منظمات المجتمع المدني للوصول إلى مآربها، يعني أعمل على تفادي ما قاله الأستاذ. كاين واحد المبدأ جاء في القرار ديال المحكمة سمي بمبدأ لفي غولاتيف دي كونترا، بمعنى الأثر النسبي للاتفاقيات، على أساس أنه لا يمكن للاتفاقية أن تحدث يعني حقوقا أو حتى التزامات، يعني دي زوبليغاسيون بالنسبة لأطراف لم تشارك في المفاوضات، والحالة هذه نتحدث عن المفاوضات التي أجراها المغرب مع الاتحاد الأوروبي. أريد أن أذكر فقط بشيء أساسي أعتبره مهما جدا من ناحية التحصيل القانوني والقضائي وغيره. أنا صراحة أتساءل، لا أريد أن أستفزكم، ولكن أتساءل لماذا من 2021-2024 إلى الآن 3 سنوات ظلنا صامتين، ولا ربما لم نحرك ساكنا ولم نستبق من أجل أن نستبق هذا القرار ونهيئ الأوراق والملفات الأساسية من أجل المحاججة ومن أجل المرافعة والترافع. وأتساءل، ربما وزارة الخارجية قد تجيب على هذا السؤال، لماذا المغرب ليس طرفا في هذه القضية؟ نعم نقول بأننا غير معنيين شكلا، لأنه مجلس الاتحاد الأوروبي اللي هو مجلس وزاري مدعما من طرف المفوضية الأوروبية، ولكن كانت هناك دول أخرى شاركت في المسطرة كفرنسا كهنغاريا، كاع الدول اللي كانت عندها ردود فعل إيجابية لصالح المغرب كلها كانت يعني طرفا مدنيا في القضية تدافع على اتفاقات إسبانيا أيضا، لأنه تهتم بالصيد البحري ويمكن أن نخلص إلى نتيجة أولية، وهي أنه ينبغي للمغرب أيضا أن يستثمر في هذه الدول وأن يبحث في بدائل من أجل إبرامي. أنا كنعرف شنو كنقول، لأنه السياسة التجارية الأوروبية هي سياسة موحدة، ولا يمكن هنا أن نستصيغ اتفاقات ثنائية محضة، ولكن يمكن أن نعتبر بأن هناك صياغات إضافية من خلال بعض لسكونابل لي مونتاج، وأن نبحث في استثمارات مشتركة، لأنه الطريق معبأ، خصوصا نترقب إلى زيارة سي ماكرون آخر هذا الشهر إن تمت، ثم أيضا ترجمة الخريطة، يعني خريطة الطريق عفوا المشتركة ما بين المغرب وإسبانيا هائلة جدا، ناهيك عن مسارات استراتيجية أخرى مع دول كحتى بلجيكا التي اعترفت بمركزية الحكم الذاتي، ألمانيا، هولندا إلى آخره إلى آخره. ولكن ما ألاحظه صراحة بأن هناك نوع من التقصير في تحصين الشراكة المغربية الأوروبية. اتفاق ديال الشراكة 1995 فيه بعض المقتضيات التي كانت تشير إلى ما يسميه القانونيون بلشان دابليكاسو، نطاق التطبيق المادي والإقليمي إلى آخره. تم السكوت على وضع القانوني للصحراء المغربية ولم يدرج في إطار صلب هذا الاتفاق، إعمالا يعني وكم من حاجة قضينا بتركها. ولكن ماذا تم في 2010؟ وهذا مهم جدا لأن أهتم حتى بالسياقات للبروسيسوس. أبرم المغرب 3 اتفاقات مهمة على شكل MOU، Memorandum of Understanding،
يعني مذكرة تفاهم. الأولى اتفاق حول الفلاح والذي لم يكن مدرجا مباشرة في إطار اتفاق الشراكة ولا التشارك ديال 1995، وعلما على أنه المغرب يعني أسس منطقة تبادل الحر دخلت حيز النفاذ سنة 1012. لأجل ذلك أقول لكم بأن الجزائر حريصة جدا على أن لا يستفيد المغرب بالعمق الأوروبي وبالتالي الضرب على كل المكتسبات الاقتصادية. وهنا ندخل في الحرب الجيواقتصادية الشاملة، لأنه يمكن أن نتحدث عن تكتلات أخرى كالصيدياو ويعني أعيما. أقول الاتفاق الثاني هو متعلق بمذكرة تفاهم حول التسوية الحبية للمنازعات الممكنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الشراكة. أنا أتساءل ما دور هذا الجهاز أو هذا الميكانيزم إذا ما ذهبنا إلى محكمة العدل الأوروبية؟ لماذا لم يتم تفعيل هذا الجهاز؟ وبالتالي ما دوره علما على أنه قائم بذاته؟ اتفاق. الاتفاق الثالث هو متعلق بإمكانية منح المغرب الولوج إلى ما يسمى بالوكالات الأوروبية بحال أوروجوس ديال لا جوستيس، لا لوت كونت لو تيروريسم، ديال أريان إلى آخره إلى آخره. ثم في 2013 أبرمنا ما يسمى بإعلان حول حرية التنقل لا موبيليتي. جاء الوضع المتقدم في 2008، الجزائر أرادت أيضا أن تنسفه معتمدة على جبهة البوليزاريو. 2012 تم تقدم إلى محكمة العدل الأوروبية من أجل إلغاء القرارات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تدخل ما يسمى بالصحراء المغرب الصحراء المغربية، إذا ما يسمى في إطار صلب هذه الاتفاقية. ومتماجت تسلسل ديال التراكم ديال الجهاد القضائي. للآن نحن حابسي هذا القرار ولا يمكن الفرار منه، علما كما قلت إلى لاحظت ردود الفعل الدول الأوروبية ماذا قالت. كل دولة أخذت علما، شاك إتا أبخي نوت، ولكن ماشي أبخي أكت، حيت كاين فرق ياك قانونيين. أبخي نوت بينا أخذت علما، نعم مزيان، ولكن سوف ندرس من بعد ما هي الآليات التي يمكن تفعيلها من أجل تحسين المكتسبات، لأن المغرب فاعل قوي جدا في لا ميديتيرانية أوكسيدونتال أفريك دو نور إي أو دولا. ثم ذلك يأتي من خلال حتى مصداقيته في تدبير الهجرة غير النظامية إلى آخره إلى آخره. وهذا مهم لأنه لا جوزيب بوغيل ممثل سامي للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي ولا أرسولا فون دير لاين اللي هي الرئيسة ديال المفوضية قال وذكر بمبدأ نعرفه كقانونيين وهو باكتا سونت سيرفاندا. وحتى أذكر ظاهر التزامات والعقود المعدل كان يتحدث عن العقد شريعة المتعاقدين. بمعنى الآن نحن لسنا في الصدام ولكن في تفكير عميق كيف يمكن أن نزاوج ما بين ضرورة الحفاظ على المكتسبات الهائلة مع الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى الوضع المتميز للمغرب. ولم أذكر بأنه كنا نتفاوض بشأن إبرام ما يسمى بالاتفاق الشامل للتبادل الحر الذي كان من المنتظر أن يدرج بشكل أكبر القطاع الفلاحي. داكشي اش كنهضر على جيويكونومي لا غير. ثاني الاستثمارات، ثانية حرية الاستقرار ما يسمى بلو دووا ديتابليسمون. دابا هذا خصنا نعيد التفكير. ثم ثانيا هناك مشروع هائل جدا لا نتحدث عنه كثيرا وهو مشروع إقامة ما يسمى بالفضاء ليسباس الفضاء الاقتصادي المشترك ليسباس ايكونوميك كومون. اوروبا كاين واحد المثال ديال اربعه ديال الدول اللي هي مشتركه فيه، هي ثلاثه في الصراحه النرويج ليشتنشتاين وايسلند، لا سويس ما دخلاش معاه، وعندنا اتفاق اخر مع لاسوسياسيون اوروبيان دو ليبريشون ديال 1997. وهاد الاعضاء ديال هاد التكتل لديهم الحريه ديال التنقل والامكانيات هائله للولوج الاتحاد الاوروبي. بالتالي كان هذا المشروع قائم وكنا نقول باننا سنذهب الى اجراءاته اذا ما تم الابرام ديال الاتفاق الشامل حول يعني المبادرات ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي. فلا اريد ان اطيل بطبيعه الحال لان هذا القرار يقتضي منا التمعن واعاده قراءته مجددا ثم مجددا. وهناك اشياء كثيره جدا ذكرها الاستاذ بقنطار حول ما يسمى بالتمثيليه، ثم ما قال قضية الصحراء المغربية في دهاليب الأمم المتحدة. ننتظر القرار الذي سوف يصدر في آخر أكتوبر 2024، ولكن كخلاصة مجمل القول وهو أنه ما دامت القضية ديال الصحراء المغربية وصلت لهذه النتيجة منطقيا
مدرجة في اللجنة الرابعة، ولا زال الإقليم يعتبر على أنه إقليم غير متمتع. أستاذ بقنطري تحدث عن الحكم الذاتي، نعم ممكن نتحدث عن شيء آخر. فالمحاكم الأخرى تصوروا معي غدا البوليزارو يمشي للمحكمة الأمريكية لورغانيزاسيون دي زيتاز أمريكا، يمشي لا كور دو جوستيس ديال افريك افريكان، غادي يعتمد على هذه السابقه وسوف يقول انظروا الاتحاد الاوروبي الغى الاتفاقين، فاذا منطقه التبادل الحر لا يمكن لها الافريقيه ان تشمل ايضا الصحراء المغربيه. هذا هو الاستباق الذي ندعو اليه. لاجل ذلك انا احيي الزملاء المحامون محاميات المحامون، وشكرا لكم، وكنعتذر الى اثقلت عليكم.